Hey, what's for them say? Hey, shawad? The shawad in insan, akbar ma fi insan. The insan al ma'andush shah wa ma'arash ishtihi mahabbat rabbin. The insan al khamil والفاتر روحيا يعني أقول شهواته فترة وضعيفة مع ربنا يبقى برضه فاتر وإيه؟ ضعيف. مرة من المجدلية يقول لك امرأة كانت في المدينة خاطئة. عارف يعني إيه في المدينة؟ يعني مفيش عيل في المدينة اللي عارف حكايتها. المسيحية بتاعتنا جبارة خالص. دي متهيأش بقى في ديانة تاني. تبص تلاقي اللص هو ليه يدخل أول واحد ملكوت السما، إشمعنى يعني؟ ما هي كده المسيحية. الناس دول اللي بيجوا على مزاج المسيح. عايز أقولها إن كل حاجة خلقها ربنا في الإنسان حلوة، حتى وأحلى ما في الإنسان الحاجات الوحشة. دي مش تعيد ولا حاجة الناس، بس دي أسرار بيننا وبين بعض ما يفهمهاش غير المسيحيين. المجدلية عندها طاقة حب استخدمتها في الشر إلى أقصى درجة، وأول ما تحولت للمسيح نفس الطاقات الجبارة اللي فيها دي هي نفسها اللي استخدمتها مع المسيح. يعني مفيش بنت هنا وحشة قوي قوي زي مريم المجدلية؟ يا ريت يكون فيه. مفيش واحد هنا مجرم قوي 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 زي اللص كده؟ يا ريت يكون فيه. نفسنا في الأيام دي يطلع عينات منك. نفسنا صدقني. بقول لك فلان ده بيسهر في الشارع. يا سلام على فلان ده لما يسهر في الصلاة. ما هو سهر برضه. بقول لك فلان ده فكره يسرح. يا ابويا ده الافكار الشريرة اقعد بالساعات افكر واسرح. بقول لك فلان ده يقعد يتأمل بفكره ده بالساعات. ما الافكار الشريرة هي تأمل برضه، ما هي ايه؟ موسى الاسود مثلا الشر عنيف جدا، لما يقعد لربنا يبقى ايه؟ عنيف جدا. ما كانتش واحده تقدر تقول ما يهمنيش الناس الا لان هي اصلا ما كانش بيهمها الايه؟ ان ايه؟ بس هي دايما عاوزه عينات عنيفه، عاوزه عينات ايه؟ عنيفه، يعني عنيفه في محبه ربنا، عنيفة في خدمته، عنيفة في الزهد، عنيفة في فعل الخير. ما هي وصية المسيح كده غير عادية. من سخر في نيلا سير معه من نيل، مين يرى نفسه فيه؟ فلازم يكون واحد دماغه ناشف قوي. من سخر في نيلا سير معه ايه؟ مليم. تحترم نفسك وتحب نفسك جدا، واذا كانت لك اخطاء شخصيه طب ايه يعني؟ ايه عندي اخطاء؟ الاخطاء الشخصيه دي هي الكنز بتاعي، هي دي اللي انا اعرف اقرب بيها للمسيح واعيش بيها من جوه. في ايه وحش في الانسان؟ انا عاوز اقول يا رب كثر فيها الحاجات الوحشه، لان الحاجات الوحشه هي الحاجات الحلوه. او احلى ما فينا هو الحاجات دي. تبقى ايه؟ لما بتغيب منها العينات دي تاخدها في المسيحيه.